بسم الله. اللهم صل رضي الله عنكم. وينبغي لكل لك أيها الأخ وينبغي لك أيها الأخ الصالح أن تختم أذكارك التي قد تقدم ذكرها بالأسماء الأسماء العزيزة 99 اسما، وهي هذه: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الباطل، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين. أشار الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى الاعتناء بذكر وتلاوة أسماء الله الحسنى التي وصانا الله بها في كتابه، يقول جل جلاله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. يقول: ينبغي لك أيها الأخ الصالح أن تختم أذكارك التي تقدم ذكرها بالأسماء العزيزة 99 اسما، والمعنى أن لا تفارق ذكر هذه الأسماء في خلال يومك وليلك، وأن تخلط بها الدعاء، تقدمها قبل أو تختمه بها، لتكون على أهبة لتنمية الإيمان في قلبك و تهيئة للدنو من الرحمن ربك سبحانه وتعالى. فإن في مطالعة معاني هذه الأسماء ونداء الحق بها انجلاء حقائق من حقائق العظمة الإلهية، وهي متعلقة بالصفات ومتعلقة بالأفعال. فهذه الأسماء الحسنى يندرج فيها مختلف الأفعال، وما الأفعال؟ جميع الكائنات، ما سوى الله ففعل الله سبحانه وتعالى جل جلاله. ومتعلقات هذه الانفعالات والإنشاءات والإبرازات والإحداثات في الكائنات، متعلقاتها هذه الأسماء، فكل اسم من أسمائه له مظهر في الوجود فيما يشاهد في عالم السماوات والأرضين وما بينهما وما يجري من شؤون الخلق أجمعين. ويكون بعض الأسماء أجلى ظهورا
في بعض تلك الأحوال وتلك الشؤون لتعلم سر قول الخليل إبراهيم لقومه والله خلقكم وما تعملون جل جلاله وتعالى في علاه. فمنها شؤون متعلقة بالرحمة ترجع إلى اسم الرحمن واسم الرحيم على مجالات مختلفة متسعة متباينة ظاهرة بمظاهر عديدة على درجات ومراتب في الفرد وفي الجماعة في نفس الإنسان وأعضائه وشؤونه وتركيبها وخلقها وتدبيرها وفيما بين الأولاد والآباء والأمهات وفيما بين الإخوان وأولي الأرحام وفيما بين الزوجين وفيما بين المعامل والمعامل من أنواع المعاملات بين الناس وفي تهيئة الأرض وتمهيدها وفي النبات الذي ينبت فيها وفي المطر الذي ينزل عليها وفي الهواء المتوفر فيها إلى غير ذلك من مظاهر الوجود. فهناك جوانب من كل هذه الأشياء متعلقة باسم الرحمن الرحيم، ولولا ذلك ما كانت كذلك ولا قامت على ذلك ولا انتهجت أو كان لها تلك المسالك، لكن ملك الممالك المسير برحمته جل جلاله. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرؤوف الرحيم هذه أسماؤه، هذا مجلاها وهذا تجليها أمامكم في كل هذه الأشياء من حواليكم جل جلاله وتعالى في علاه. وكم جاءت آيات بهذه المعاني تربط حالك في طعامك أو شرابك أو لباسك أو مشيك أو منامك أو قيامك بأسرار الرحمة، والتي لولاها ما كان الأمر على هذا الحال الذي أنت فيه. فيا أيها الغفول اترك من غفلتك نصيبا تطالع بها جلال ذي الجلال وإفضال ذي الإفضال ونوال ذي النوال ورحمة الرحيم الذي جلت رحمته عن أن يحصرها أو يحدها مقال أو عقل وخيال. ورحمتي وسعت كل شيء وسر ملكيتي فهو الملك في كل هذه الأشياء، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ومن وضع قوانين كل جنس من أجناس الحيوانات، ومن الذي وضع سنة النبات، ومن الذي رتب السنن للجمادات وكيفيات استخدامها وآثارها وانفعالها وظهورها بمظاهر متقلبة وتسخيرها لأصناف الموجودات من حواليها، ومن الذي سن السنن للبحر وما فيه وحركته واضطراب أمواجه وهدوءها في بعض الأوقات وأصناف الحيوانات التي فيه وكيفية عيشها وكيفية ترتيبها لشؤون حياتها وما يتعلق بالاصطياد لشيء منها وما لا يصطاد وإلى غير ذلك من شؤون الملك. فإذا نظرت إلى ما يظن الحيوان أنه ملك أو يظن الإنسان أنه ملك شيئا وجدت ذلك مجازا ووهما وخيالا عندهم يبتلون به وهم وممالكهم وما يجري لهم فيها تحت قهر الملك. فالملك هو وحده جل جلاله وتعالى في علاه. فما يتأخر
مشهد مقتضى النداء ونتيجة النداء لمن الملك اليوم ما يتأخر في قلوب العارفين وفي عقول الصادقين الموقنين ما يتأخر إلى بعد النفخ في الصور يوم القيامة، بل قد قام المقتضى لهذا النداء عندهم من الآن. لمن الملك اليوم؟ وهذا اليوم يوم الأحد في أواخر شهر جماد الآخر أصبحنا، فأصبح الملك لمن؟ أصبح الملك لمن الملك اليوم؟ هذاك بتأخر لما يتعدي الأيام هذه والتدبير فيها والتسيير وإنهاؤهم وفنائهم وانجلاء الأمر بصورة أخرى لما بذاك اليوم بتقول لله الواحد، قال لهم الآن هو لله الواحد القهار. ونمسي كذلك، ها أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمس الملك لله، تبارك الذي بيده الملك. فكم في معنى اسم الملك من مجالي لك في ذرات الكائنات كلها وفي نفسك، وفي نفسك. كيف رتب لك النوم، وكيف يأتيك، وكيف غلب عليك، وكيف كان داخلا في حياة الناس هكذا تدبير من الدول، ها ترتيب من أهل التكنولوجيا، ترتيب من المقهورين كلهم لهذه السنة. عجيب، ما يقول هذا أنا متطور الآن خلاص الإنسان ما يحتاج لهذا النوم، يكون في حالة ما ينام، ممكن لأنه ملك، لأنه صانع مخترع، لأنه مزارع متقن، لأنه بنا، لأنه طيار. أيوة، ممكن يتخلى عن النوم. من آياته منامكم بليل ونهار، أصلا وضع بسنته من فوق ما حد خرج عنه. فالملك معان سبحانه وتعالى. كم في اسم الملك من شو؟ اسم الملك يتجلى حتى في شعرك، في كل واحدة من تكوينات شعرك، ومن منهم ركب شعره، من منهم هو الذي ركب شعره وانباته ورتبه. وإذا بلغ بهم التخيل والوهم وما بلغ من التحيل جاءوا خاضعين لنفس السنن وتعلقوا بشيء من الهرمونات وبشيء من ذا وبدلوا ذا وذا ولا عملوا ذا وعملوا تركيبات صورية ظاهرية خارجة عن الحقيقة ولكن تحت السنة أيضا، حتى هذه تحت السنة اللي ما هو من عندهم، هم ممكن يجي يشيل تراب يصلح بشعر ولا يمكن يشيل إلا يرجع إلى السنة نفسها حق المكون ويحاول ذي ويعمل كذا كذا. وإذا بها إلى حد محدود ومقهورين تحت السنة كلهم، فلفظ فاسم الملك يتجلى حتى في كل شعرة من شعره، ها ولها تعلق باسم الرحمن الرحيم هذه الشعرة، وهكذا ذرات الوجود الخالق. وهل من خالق غير الله؟ معنى منشي مبدع موجد من العدم ما يحصل إلا له، ها. وكل ما صنع الناس ورتبوا فمن مخلوقات في مخلوقات وهم من مخلوقاته ويأتون إلى مخلوقاته. ولو تحدينا واحد قلنا بس يكفي أنه خلق لك السمع والبصر واليد والرجل والفهم وأنت إنسان عاقل ومستوعب ومفكر كبير وأنت نابغة وأنت مدرك، خل باقي أجزاء الكون المخلوقة وبدأ أصنع لنا أي شيء، بس لا تلمسي من أجزائه اللي خلقها، أصنع يكفي قد الهواء معك خلاص قدوم داخل، شل الهواء وشل، بس باقي الأجزاء لا تلمسها وصنع لنا شيء، يصنع لنا شيء، يصنع لنا شيء، ها صنع لك إيش؟ صنع لك بيروح إلى أرض الله، إلى حجر الله، إلى حديد الله، إلى ذهب الله، إلى ماء الله، منين يجيبه؟ ولا يقدروا يجد شيء من الأدم من دول، يروح لا خلق. وبعدين يجي يقول أنا صانع، أنا طلعت
نسيت نفسك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال يحييها الذي أنشأها لامرأة الخالق سبحانه وتعالى، ها البارئ اللي برأ الوجود ما في على هذه الهيفي المسوير. ومن منهم اختار صورته في بطن أمه، ومن منهم يتحكم فيها اليوم، وورمى صغيرة تغير صورته، جدري شو ينزل له يغير صورته، لا إله إلا الله. ومرضى تنازل تغير لونه، تغير لون بشرته. بعدين من المتحكم في هذا التلوين؟ من المصور؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم الغفار. فكم غفر وهو كثير الغفران، وكم من ذنوب، وكم من سيئات، كم ستر، وكم سامح، وكم عفا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا، ولو يأخذ الناس بما عملوا، لو ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك عليها من دابة، لهلكوا كلهم. لكنه غفار جل جلاله وتعالى في علاه ذير الغفران، وهكذا وهو فوق ذلك قهار، يسلط الدواعي على أهل الخير فينصرفون فيه ويتعلقون به، يسلط الدواعي على أهل الشر ينصرفون إليه ويتعلقون به. قهار سبحانه، وهو الاسم الذي ينتهي إليه أصحاب الكمال الإنساني. يكون ذكر النفس الكاملة القهار الوهاب كثير المواهب في الظاهر والباطن والحس والمعنى، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ها يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام من عطاء وهبه، وهؤلاء يؤمنون ويستقيمون على منهج الإسلام من عطاء وهبه، وهؤلاء أنبياء من عطاء وهبه، وهؤلاء صديقون من عطاء وهبه، وهؤلاء ملائكة من عطاء وهبه. يا الله. والحيوانات تحيا من عطاء ووهبه وتأكل من عطاء ووهبه. أهاب. بعدين لو تأملت حقائق معاني ذي الأسماء ما تلتفت يمنى ولا يسرى ولا تقوم ولا تقعد ولا تنظر نظرة إلا وتجد ربك. ها وتجد ربك فعال مقدر خبير بصير سميع عليم علي عظيم. ها خالق بارئ مصور سبحانه وتعالى. سلام قدوس مقدس عن جميع الأوهام والخيالات وعن جميع التصورات، سالم من جميع النقائص والمعايب، يسلم من يشاء، مؤمن يؤمن من شاء من أنواع العذاب، مهيمن على كل شيء، عزيز لا يحيط بواحد من أوصافه أحد ولا بواحد من معاني أسماء أحد ولا بواحد من ولا يحيط بواحد من أسرار أفعال أحد، فكيف بذاته؟ لو امتد بنا النظر ولو إلى كاسة من الكاسات ما استطعنا أن ننتهي إلى الإحاطة بأسرار ظهور هذه الكاسة بهذا الشكل ومن المواد التي كونت منها وكيف جاءت وأصل تركيبها، ولانتهى فهمنا دون أن نحيط بأسرار فعله في هذا الكاس، فكيف في جميع الأجناس، فكيف بصفاته، فكيف بأسمائه، فكيف بذاته؟ عزيز ما حد يحيط بعظمته ولا بجلاله ولا بكبريائه
ولا بأفعاله ولا بأسمائه ولا بصفاته، فضلا عن ذلك تقول هو الله أحد، الله الصمد، كل شيء يحتاج إليه هو عزيز سبحانه، يعز من يشاء يذل من يشاء، جبار متكبر، له الكبرياء والعظمة، أهل وحق، وحق ما دونه أن يتعزز بالذل، بالذل ملك كان أو إنس أو جن أو غيرهم من الكائنات. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ومن تكبر من خلقه وضع، ومن تواضع رفع، رزق. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. قالوا لذنون المصري سبب توبتك، الملازمة الباب وصدقي في الإقبال الله سببه أران الله تعالى طائر قنبرة. كنت في بعض أسفاري وجلست تحت شجرة، وإذا فوق الشجرة عايشة هناك قنبرة من الطيور عمياء ما تبصر، قنبرة عمياء. الناس إذا واحد ما يبصر يجيبوا لهم آلة، واحد يمسك بيده يزود، الحين هذا قنبرة عمياء من يمسك بيده، فين تروح وكيف تعمل، منين تأكل؟ والله أنا جالس ما أدري إلا وقعت من الشجرة إلى الأرض، فانفلقت الأرض، أخرجت سكرجتان، واحدة فيها حب واحدة فيها ماء، وهي تأكل من هذا الحب وتشرب من هذا الماء، ثم تطير إلى الشجرة وتنسك الأرض كما كان. قلت إيش هذا؟ قال فقلت حسبي، فلزمت الباب حتى قبلني رزاق. لا ينسى قنبرة عمياء ولا ذرة في صخرة صماء ولا حوت في بحر، وكل واحد يمشي له رزقه بترتيب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فواحدة نملة هنا وسط بيتك ولكن لها رزق، حبة واحدة مزروعة يا في عراق يا في شام يا في بلاد فلاني، بتجي من هنا وبتعدي في كذا كذا مستودع وبتدخل كذا باخر، وبتجي لما وسط البيت حقك وبتصلى عند النملة هذه وبتأخذها عليك على رغم أنفك، شئت أو ما شئت. رزاق، المعنى رزاق، رزاق سبحانه وتعالى. حبة سكرة مدري فينا أصل زراعة القصب حقها، وبعدين الصناعة حقها، وبعدين تحميلها، وبعدين لسان بلاد لا بلاد، ولما تصل بيتك وهي قوت ورزق حق واحد ذباب في بيتك بيصل وبيشل حقه الحبة على رغم الشركات هذه كلها والمؤسسات اللي صنعتها والصاحب الدار، وبيشل رزقه ويروح، ولو بيردون منه ما يقدرون، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. رزاق سبحانه وتعالى. إن روح القدس يقول نبينا نفذ في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يمشي بعض الناس وإذا بيقع في بير قدامه يسقط يسلم، الحمد لله جاءوا رفعوه من بير، الحمد لله على السلامة، جابوا له لبن يشرب لبن ويتكلم معهم، ايش الذي جرى؟ الله سبحان الله، كنت امشي كذا قام يمثل سقط ثاني مرة مات. لما سقط أول مرة باقي دقائق من عمره، باقي لبن هذا ما بيشربه غيره، لا بيطير في الأرض، ما هو حنصيب الأرض، ولا بيتبخر في الهواء، ولا بيشربه حيوان ولا إنسان، حقه حقه لا بد يشربه. قم من البير روح شرب حقك اللبن، كمل رزقك، رجعت روح كمل أجلك الآن، روح لك.
إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. سبحان الله، واحد من فوق عمارة رافع يسقط، وهذا سيارة كبيرة محملة بالإسفنج تعدي في الدريك في نفس اللحظة، يجي ويجيب فوق الإسفنج ويسلم. ويخرج من السيارة يهنونه بالسلامة والحمد لله الحمد لله، مع جماعة من أصحابه قام يشتري لهم بيبسي من السلامة، حجرة صغيرة فتقعت رجله دق سقط مات من هذا، باقي دقائق من عمره سقط من فوق ماشي موت. فسوى الأرض يمشي وسط بين الدقاقين في السوق يسقط دق ويموت محل، لأن الأجل الآن حضار. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتلوا إلى مضاجعهم. فتاح جل جلاله يفتح على عباده ما يفتح الله للناس من رحمتهم فلا ممسك لها ويمسك على مرسله من بعده. وفتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذا فتح في مادة، وهذا فتح في حيوان، وهذا فتح في جماد، هذا فتح في معرفة، هذا فتح في صنعة، هذا فتح في، وهذا فتح في إيمان، وهذا فتح في معرفة من الرحمن، وهذا فتح في شهود وعيان وقضاء مراتب، إلى أن ينتهي الفتح الأكبر إلى الصديقين الأكابر إلى فوقهم من النبيين، إلى أن ينتهي أعظم الفتح إلى من خاطبه الفتاح بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وإذا كان أتباعه بحكم ورثه يلاقون من الفتح ما لا يكيف وما لا يوصف، ويقول دخلنا بسر الباء في باب عالم نرى البحر في أنهاره مثل قدرتي، فلو ترجمت عنا الوجودات كلها لما عبرت عن عشر معشار ذرتي. هذا فتح بعض أتباعه بعض ورثته، أما هو إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كان لا يكيف كان لا يوصف. سبحان الفتاح العلي، الفتاح. وإذا جاء واحد قال أنا أتقنت كذا أنا اخترعت كذا، أقول له الفتاح، فتاح انتبه، الفتاح فتح عليك يا من خرجت من بطن أمك لا تعلم شيء، الفتاح فتح عليك، ما جبت شيء من خزانتك ولا من عند أبيك ولا من عند أمك، الفتاح فتح عليك سبحانه وتعالى في ظاهر وفي باطن. ولكن من يجعل فتحهم في أسماءه وصفاته وعلو وعظمته، ولا أشرف الخلق، واحد فتح له في بحر ويقعد هو البحر، كم بيقعد وكم بيقعد البحر، وهو بيموت بالبحر بعدين بيمر وبيتفجر وبيروح. واحد يفتح له في شجرة، واحد يفتح له في ذرة، واحد يفتح له في هواء، واحد يفتح له في فضاء، لكن واحد يفتح له في أسمائه في صفاته في معرفة عظمته جل الله. وهذا على طول الخط يبقى في ارتفاع وارتقاء، وعدلة يموت وهو فرحان بالفتح حقه، ويحشر وهو فرحان بالفتح على الذي فتح الله. والثاني كان يصلح مواد من دري ايش يصلح دري، الحين ماتوا ولا عاد بيصلح ها بعد ما مات بيصلح مصنع عطور ولا بيجيب جلود مثل الجلود، بس اي بيعمل لنفسه بالفتح حقه هذا اي بيصلح قاعدين بيحاسبونه ايش صلحت في الدنيا، ما الحين روح عليك فالفتح حقه كمل مفعوله. انت جلد ولا انت تراب ولا انت حجر ولا انت حديد ولا انت زجاج، كمل روح يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابك وتعالينا مفتوح العارفين.
عليم قبضه، من يقدر يشرح لك حقائق هذه الأسماء وصفات كل واحد منها معلق بذراتك أنت، وكل ذرة في الوجود له مجالي 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 مجالي، ها؟ وقد يغلب مجالي اسم على اسم، فيظهر آثار النقمة من المنتقم، يظهر آثار الحفظ من الحفيظ، يظهر آثار العلو من العلي، يظهر تظهر آثار التقدم من المقدم، يظهر آثار التأخير من المؤخر، يظهر آثار في هذا الوجود للجبار جل جلاله وتعالى في علاه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إنما يذكر مثل هذا الكلام عسى أن نتشوق، عسى أن نتذوق، عسى أن نرك، عسى أن نتصفى، عسى أن نصافى، عسى أن ينفتح لنا باب معرفة الأفعال والأسماء والصفات، فندرك نصيبنا من معرفة الله قبل خروجنا من هذه الحياة التي ليس يوجد فيها أعلى ولا أحلى من معرفة الله. وبذلك سمعتم قول العارف وهو يتحسر على أهل الدنيا بما اغتروا به، يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ شيء فيها. ما ألذ شيء فيها؟ قال معرفة الله. الله يكرمنا بنصيب من هذه المعرفة، وطالع أسماء ربك في كل ما يواجهك في نفسك وفيما حواليك، تجدها قائمة متجلية حاضرة. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا يفيد صاحب الحظ والغنى حظه ولا غنى منك، ما يفيد إلا ما قدرت له ما رتبت له. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقد سطرت وكتبت حركاتهم بدقتها، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما في اللوح فيه وشؤون يبديها ولا يبتديها، إنه هو يبدي ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فاسكن واصدق واطمئن وتأدب تربح وتظفر، وإلا ما بيتغير في التقدير والتكوين شيء. إن صيحت وإن طولت وإن جزعت وإن صبرت وإن اطمأنيت وإن قلقت، الأمور تجري على رغم، لكنك تسكن وتطمئن وترضى خذ لك عطاء وفضل وأجر وقرب، إلا تجزع وتبرم وتصيح وضول، خذ لك هم وغم وحزن ومحاسبة على ما كان منك وربما وصدق، والأمر هذا هو ماشي. تدبير العزيز الحكيم، ذلك تقدير العزيز العليم. وما شاء الله كان وما لم يشاء، فسبحان من أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، ولا يكون في كونه إلا ما كونه، إلا ما كونه، إلا ما أراده، إلا ما دبره، إلا ما قدره. الله لا إله إلا هو. وكان يعلمهم صلى الله عليه وسلم هذا المشاهد في التوحيد، حتى في أصغر الأشياء يقول قدر الله ما شاء فعل، إذا جرى أمر على غير ما يريدون قال قدر الله ما شاء فعل. حتى يعاتبون سيدنا ناس ليش فعلت كذا، قال قل دعوه فإنه لو قدر الله لكان، قدر الله ما شاء فعل. سبحان الله. ونسأل أن يوفقنا لكل خير، نجعل هممنا تسمو في الإقبال عليه والوجهة إليه، فلا نختار لأنفسنا الكسل ولا التخاذل، ولا نختار تحت قهره ما نشقى به، ويجعل اختيارنا كله فيما هو محبوب له ومستعمل فيما يسعد وفيما به من أسرار فضل يمد، ويجعل هوانا تبعا لما جاء به، خير من إليه نستند من خلق الله وعلى
مودته ومحبته، نعتمد خير خلق الله محمد بن عبد الله، اللهم ارزقنا حسن متابعته واجعل هوانا تبع لما جاء به، إنك لم تفتح على أحد من أسرار المعرفة بك وأسمائك وأفعالك كما فتحت على محمد وقلبه، فنسألك به أن ترزقنا متابعته ظاهرا وباطنا حتى نكون في تبعية الأعرف بك والأعلم بأسرارك والأرفع منزلة عندك والأعلى شانا لديك، برحمتك يا أرحم الراحمين، فنسعد بإسعاده ونمد بإمداده ونثبت في أهل وداده، برحمتك يا أرحم الراحمين، فليس من مجلى لأسرار أسمائك وصفاتك هو أجلى وأعظم مما جعلت في ذات هذا الحبيب الأسماء صلوات ربي وسلامه عليه، فارزقنا مطالعة جمالك وجلالك وأسمائك وصفاتك بمرآته من مرآته، صلي عليه صلاة نشهدك بها من مرآته ونصل بها إلى حضرتك من حضرتي ذاته، قائمين لك وله بالأدب الوافر، مغمورين منك ومنه بالمدد الباطني والظاهر، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. وهذه الأسماء 99 ما أبرزه لنا صلى الله عليه وسلم ليكون مدخل ومجل لنا ومفتاح، ومختلف في بعض الروايات عد بعض الأسماء، ولا تنحصر أسماء الله لا في 99 ولا في 9000 ولا في 9000، فهو له أسماء يعلمها من يشاء. فالحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلا يعرف ملك ولا إنس ولا جن ولا حملة العرش ولا جبريل ولا ميكائيل ولا أحد، استأثرت به في علم الغيب عندك، فيا من له الأسماء الحسنى نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتنا في خيار الملا وتجعل لنا الكاس بالود والمعرفة يملى، وأن تراضنا عنا يا أكرم من تجلى، والحمد لله رب العالمين.